بورسودان وشندي كادوكلي والأبيض نيالة والجنينة وعبر الحنينة. الليلة نحن جينا ليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا جينا جينا. إن شاء الله حنطرح موضوع برضو بيهم الناس. نحن هنا في قناة الشروق برنامج مسرح في الهواء، نرحب بكم جدا وطبعا نخش في الموضوع. قلت له يا جماعة ديل ها الحاجات خلاص اكتملت كلها. والله جماعة ذاتوا رجوا ديل خجلوني خجلة. كيف؟ أنا عاملة حسابي على أساس إنه ناس التعارف ديل جوني ناس كثيرين جوني ناس شوية. لا ما ده ما تعارف ساي، ما تعارف ده ما بيجي فوق الأبو وتجي فوق الأم وبيجي فوق الأخوان والأخوات وبيجي فوق يعني عمين خالين كذا. خلاص كفاية ما تعارف. ليش لا؟ البقية ما بتجي ورا. ليش لا عمين خالين؟ الأعمام كلهم من الأسرة يجوا والخيلان كلهم يجوا والعمات كلهم يجوا دي العزة كدي. أنا عاملة حسابي والله العظيم ل 500 نفر في التعاون ده. 500 نفر شنو؟ 500 نفر مع طوال تم العرس كله وخلاص يزوج مرته ويمشي. ها؟ 500؟ ها؟ ده تعارف شنو ده أصله؟ التعارف ولا شنو أصله؟ هزول شنو ده؟ العرس ده بس أسكت ساكت. العرس خليه. ها؟ العرس بيجوك فيه آلاف مؤلفة. آلاف ليش ناصله؟ أصله شنو احنا عازمين من أصله؟ عازمين منو؟ عازم السودان كله ولا شنو؟ أي زول أنا عرفته في الدنيا دي أنا بعزمه العرس بيتي. هو أنت بس تعزم أي زول؟ ما تعزمين لك ناس بسيطين كده. الزواج ده ما خلاص الناس اللي بتلموا ذيل مبروك مبروك الموضوع انتهى. أنت بس طوالي جارين في الأكل والشراب والبهرجة والحاجات الفارغة. أسمع أنا أكلمك. أسمع فتح لي ضالك ده كويس. انت عندك البنات ولما تعرس البيت الاولى دي وتعزها ويسوي لها السمح الرجال يجارين عليك جري. والله راجلي واحد يجي ما في راجل سايب يجي بالطريقه دي ما في اي راجل. انت كذا ساعتين انت كرهيهم ما بيجوا. اولا خلينا نسهل على البنات اللي خارجا، ثم ثانيا يا اخي اي زول يجينا ما دارين قريش احنا. المهم اخلاقه تمام هو تمام زول تمام يتحمل المسؤوليه في الزمن الصعب ده. طوالي ندونا نقول له سوق مرتك ومش شنو ده؟ يسوقها وين؟ بنتي انا يسوقوها كده ساكت زي الغنمايه من البيت. لا لا يعرسها ويخليها معاك. لا ما يخليها معاك لكن يسوقها عزيزه مكرمه. انا اعز واعمل له اديك الحاجات. اول حاجه افتح حضانك فطور العريس. فطور العريس ده لمن يطلع من بيتي يطلع بالمزيقة. الدفارات اتنين شايلات الفطور ونسوان الحلة هاي سير وراه والبكاسي شايلين فيها الحاجات. اقول لك حاجة لا الشربوت ده بالبغات الكبيرة القدر كدي. لا والنسوان هاي سير لشنو يعني؟ اول حاجة دفارين نص تشايل شنو ده نمرة واحد. نمرة اتنين هاي سير لشنو تساقى نسوان الحلة كلهن ما مرتين ثلاثة بيمشي معاك انا وخلاص. لا 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 وتعرف الناس النسوان تونسن. قال لا زينب اختي نحن انا مش معنا ناس الناس اللي بودوا الفطور ديل. حتى اسم الله مره زينب اختي دي مشت حتطلع اداها توبين واداها سكرتي بلوزه. وقال قالت انا بلبس سكرتي بلوزه وكان يجيبوا لنا ثياب ساي. نحن بقينا نسوان كبار ما نلبس موضه. وقول لك حاجة تعرف القصة يعني كده اسمعني. الناس المغدرين الصحيح صحيح فطور العريس أول حاجة ناس العروس بيودوا فيهم مرات
عدة كده وتلاجات والعربية البودوة دي ذاتهم خلوها لهم والناس اللي بيمشلون ديل ذاتهم وحات الله في ناس دقوا لي كل مرة خاتم حق ذهب قدر كده ما عندهم شغلة بحات اسم الله حات اسم الله ما عندهم شغلة ده كلام شنو ده؟ العرس يا أخو العرس يا أخوي ده كده يعني زول داري عرس خلاص يعني يبقى قاعد ساي لا ورا لا قدام قروش دي ما يستفيد منها يبني بها بيته ويحضر بها ويا أخو أريح الناس ما لقيت تاكل ما لقيت تشرب أنا خلّى القروش اللي بيسوها دي ما تدوها الناس العيانين وتدوها الناس المرضانين وتدوها الناس اللي تصدقوا بها يا أخي ده شنو ده يا أخي؟ نصدق؟ هاي؟ نحن نصدق من وين؟ نحن نصدق يا أخوي ولا نستر بناتنا؟ دايرة عرس بنتي وتمشي عزيزة بكرة والله والله أقول لك حاجة نفيسة نفيسة بنت الطاهر عرس أولادها اثنين سوا وقال كده عرسوا كان العرس قبل رمضان أم الأولى دي جابت ديك يا موية رمضان وديك يا العدة ما خمج الستيل والصيني وما خلت حاجة وديك ما جابت لي حاجة بالله البيت ولدت ثلاثة كل يوم تواغف فيها جيبي لي كباية بيت نفيسة جيبي لنا من العدة بتاعت بيت نفيسة جيبي لنا الطقم جابته بيت نفيسة وأنا بسوي العيشة العيشة بس على الطقم ده يا أخي الناس ما لقى تاكل يا أخي الفول ده ما لاقين يا أخي لك الله يا أخي تقن فتش في الطقم وتفتش في الهنا يا أخي هو أنت تشتروا في العدة وين الحاجات اللي بيحطوها في العدة هو في قروش عشان يشتروا بها ده شنو ده؟ العريس عنده العريس بيجيب لك متينة بعدين أقول لك حاجة حتى لو العريس ده ما جاب لك قد عطى الأرض اللي عندك دي تبيعه وأعمل اللي بتسمح أبيع بطاطي؟ أيوة عشان البنت تعرس؟ أي أنا داري عرس أنا ولا داري عرس هو؟ وإنت عرست بحاجة؟ ها؟ إنت عرست ولا شفت العرس؟ ها؟ ما رموني ليك ساكت أنا لكن اللي بقعد علي ما بتبقى على بنتي ها؟ وأنا كم ما عرستك؟ وأنا كم ما نجدتك أنا ومركتك؟ ها؟ والله كان اليوم الليلة بيركسي قاعدة أنا دي؟ أنا ما عزيتك أنا دي؟ أنا ما عزيتك والله والله بس أقول جانا علي الله يرحمه الله أنا الخطاب كان واقفين بالصف حد اسم الله بكو راجل راجل ودرجال إلا أنت ما طلعت لي وكله كله ما طلعت حد اسم الله الله يا أبوك في أول مقابلة قال لهم هوي الولد ولدنا والبيت بيتنا خلي الولد يسوق البيت خلاص نحن عقدنا ثاني ما عندنا شيء ده الكلام ده ما الكلام يا أخوي وحد اسم الله قال لهم القروش الدارين تدفعوها دي أمشوا أصدقوا بها للناس المساكين ولا اشتروا ولا امشوا للسبيتالات شوفوا الناس العيانين اتبرعوا لهم ولا امشوا المقابر هناك احفروا التراب الناس دي ماشي المقابر ماشي الغيام الناس نسيت الغيامه ونسيت الحساب ونسيت اي حاجه وحات اسم الله قالوا لنا اشتروا بها اكفان اشتروا بها اكفان ودوها هناك المقابر وهي زول ما قادر يدفن ولا ما قادر يحفر ولا كذي خلوها المقابر تكون جاهزه والطوب يكون جاهز دقوا بها طوب قال لهم تتكلم كيف انت هسي دفع شنو نحن نتكلم في العرس انت في المقابر ما لك بتتفاول علينا بلا مقابر بلا كلام فاضي هاي مثل المقابر دي ما لابد من تصليها كان بكر عليك كان شايلينك ان شاء الله بعد خرف صلاه ما هسه خلي بعد عرس لي بناتي ده كان خلاتي وراي انت ما بتبهدلين وما تجدعين وترمين ساكت والله يا رجال والله ما برمين وحات اسم الله ساكت انا ارتهم من القروش بهم من الراجل يكون مزعول ثاني ما عندي شغله زول يتحمل المزولية عليك الله في الزمن الصعب ده في زول هسه بيقدر يعيش هسه نحن ما عايشين يا الله يا الله عليك الله يا اخي تيجي تقول لي يا بوبار وكلام فارغ وعرس وصالات وكلام فارغ يا راجل اسمع يا محمد هاي. انا عارفاك انا لساني ده طويل انت داير تقطع علي مع النسوان انا ما داير اقطع عليك انا داير تقطع علي انت عندك بنات قتال انا لما نمشي عرس انت عندك بنات قتال وما يشبعوني بتكلم ما بسكت اقول مسوين العرس ليشنو بعد ما عندهم معرسين ليشنو ايوه يعني انت خايفه من النسوان عشان اتكلمت فين ما عشونا وقصروا هاي يوم دعش شنو وما بعرف شنو خايفة منهم؟ خايفة يعني أنا أسدي أخذ القروش وأخسر الزول طبيعي عشان الواطة عشان طبيعي الواطة تعرس البيت عشان أنت تتباهي قدام النسوان؟ أيوة أتباهى كيف أمشي في الشارع كيف تاني؟ أمشي مدقرة كدي راسي يعني مدقصة في الواطة أنا؟ ها؟ أنا ما لازم أمشي رافع راسي فوق أوي هوي عرس بنتي جبت اللكن سامية واللكن لامي مفضل والصباح وزعناه وودينا للجوامع أدش سامية هوي ها؟ أنت عندك بنات كتار سواتك دي كان سويتيها والله راجل تاني بجينا ما في البنات دي يقعد انكدس لا ما نفيد فون الفواد اقول لك حاجه انت اصلك بتكسر لساني وما بتعمل لي حاجه انا ما شلي محمد عمها بيقف معاي والسمح كله مسوي لي مش لي عمها هاي خلي لي جيب لك الحاجات يلا في 60 يا لطيف يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا رب
يا لطيف يا لطيف سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلي 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 يلا يلا أنا جيت من خالتي من تزامية. أها يلا جاء الموضوع ليش ذا؟ آه يلا يلا أنت مفروض شنو تجيب لنا كذا يعني تجيب لنا كذا هذول. أجيب شنو؟ كذا في كوسرة ونعمل الأجهزة بشكل كويس. أي كوسرة يعني أتنفخ؟ لا لا تتكلم مع العريسة يعني طلع البروجيكت والكلام ده العريسة ما زي. لا لا, لا 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 يا اخوانا هوي بالراحه أه. العريس ده جاي يشيل له وشيله يمشي شال شنو يشيل يا زول البيت ما زي ناس البحر تكفي الاول باول خلينا أسرة محترمة جدا جدا وعندنا أصول في البلد دي وما نرضاش لنا في لجنة البحر بالراحه بنقطع فيك عرق بالراحه بالراحه بنقطع فيك عرق يا اخي البنيه عندها تاني 6-7 بنات اخواتها بوراها خارجهم امرك سريع ايوه عشان بكره يجي يعرفوا احنا شغالين بالرخيصه يا خالد الرخيص مش قطع هو قماش سامي بيدخل سمحة شديد نعم ودفع فوقه المفروض يدفع فوقه لا حول ولا قوة كنت في الكوره ساي كنت تدوني لا يدق لا هاي يدق لا ما تدوني لا انت جاهز ما جاهز اصلا جاهز طريقتكم دي ازول ناس جاهز يا اخي زول قال عنده يعني حبه قريشات ودار يسافر ودار البيت فقولوا دارين نعمل حفلة ودارين نعمل صالة ودارين نعمل غنى يا أخي الكلام ده بيقتله لا 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 يا خالي يا خالي حبة قريشات ما بقولين ما منك كان أه. لكن زول ما عنده قروش نعم يعني دارين ندق لنا صوان في الحلة كده صوان ونجيب لنا خروف كده نصح والطباخين يشيلوا مية تفاصيل يتفقوها كده هذول الكلام ده ما ينفع أنا خالتي بتفوق صوان يا ولد في صالة يا ولد أي يا ولد أنت أمك على الرسابة هذيك انت مجنون ولا شنو؟ ديك بس مثلا الناس تخرجوا البيت دي قدر ما انتوا توسعوا الموضوع قدر ما البنات ديل بيبوروا خارجوا نفسكم اي زوايا الرخص يا غال شفتها يا شو؟ لا والله يجيبوها لك بكره شفتها يجيبوها لك كده وخذوها لك ويمشوا خلوا لا الرخص بيعمل بالعكس الزول الشاري ده بيجي يدينه مدلدلات ساكن ترجع العروس ويشوف قسمته معاه ما في رزق في زول بيكون ما عنده ولا تعريفه يلا لما يعرس البيت بيكون عنده رزق ولا اولاد بيجي من ظهر ويكون عنده رزق بعدك الارزاق تفتح يشتروا بيوتهم عمار. لكن زول جه خاشي ساي تضغط تقول له اعمل لنا حفله وجيب لنا قيدونا وافتح خروف لسد المال تشعر يا خالي يا ولد اللي بيحصل اللي عنده يدفع ما عنده يا اخي يا اخي اسمعني يعني حيكون نفسه معانا نحن يكون نفسه معانا ما يجي يا اخي ما تضغطوا الراجل الزول اللي انا شفته ده والله لو مشى ثاني تفتشوا له ما تلقوه الزول ده نديه البنيه يمشي البنات الجايات ديل الورا البنات العروس تعال نقعد نخير لكن هسه كده ما في طريقه الله غالي والله بيخليك وشفت دي الجمر في البيت ذات شفت جمره جمر عديل يعني كده ودي الطريقه بتاعتكم دي يا ولد يشيلوا من المشاط يشيلوا من المشاط الجمال جمال الروح جمال النفس ان العين فانيه ايوه المرأة ممكن تكون سمحة زي الجمرة لكن تقوم من النوم يا زول توريك الويل يبقى لك بمبي أحسن لك البنية مسكينة وما تقوم تكلموا معاها كلام بعشان تقول لا العريس اللي يجيب لي ويجيب لي انا ما داري منه حاجه الحفله نعملها في الحله طب يا خاله في الحله انا اقول لك ننتهي بالقصه اقول لك حاجه اقول لك نعم. حاجه احنا ناس عندنا اسره كده ايوه عندنا وضعنا في المجتمع ايوه حصل لنا تجارب بتاع عراس حوالينا كده أيوة. في ناس عرست الصالات اسمعني يا صديق والله العظيم الصالات والحفلات والجداد والطبق والكلام ده كله فارغ ما يوم واحد بس الدايمة الحياه اللي انت بتعيش معاه البنية دايرة الراجل ده والراجل دايرة خلاص اشيلها وامشي طيب انا ما عندك وقت انت وسامي تقول لي نعمل حفلة عمل شنو مع اولاد الحلة نعم اولاد الحلة يعني هذول عندهم وضعين في الحلة وضعك في الحلة شنو؟ يعني عندي اصحاب يعني عرسوا ليهم وفوتنا حفلات سمحة وكذا يقول لي حضرنا لكم حفلة يا ولد يا ولد انت امك ده قول لها اللوكه مشروطه انت مجنون يا وزن منك ما في زمن ده خلاص انا نافع يعني خلاص نافع ها هسه ناس نافع ما تقول يا اخي اسمعني كل زمن عين ما تبقى زول متخلف كل زمن عنده وقته البنيه دي طالما زول ده دايره يشيلها ويمشي ما انا شخصيا ما داير اي يا اخي بعدين يقول لك الزفه المصريه تلقى ما تحكي والله تذكر احمد اي عنده صلاح الضريره قاتلنا لهنا مع مصاريف
وماسكها كده تنكش كش تنكش تنكش حافظ لها الفستان وبرم اتكايه كل اثنين. انا ابقى في جلس ده يحلل الجلاليب يحلل العريس لما يجي خاش يقول لك العريس جاء ابشر يا عريس ابشر يا عريس ابشر يا عريس ابشر يا عريس. يا عديلة يا بيضة يا ملايكة سيري معاه الليلة شو يا سلام. والعروسة الساعة تلقاها حجامة ماشية تنكش تنكش تلقاها مطلع عيونها كبار ملبسينها زفاف 10 يوم في الكوفير تيجي ماشية تاكل السم يا خان يا خان يا خان. نعم اي زمن وليه متطلبات واحتياجات وكذا يعني ما حنعكس الزمن كذا عشان تاني فركة وقر فركة شنو يا خان يا سلام فركة ولبن والله لما نقول لك بخل لبن اي بخلزه بلبن وشي ايوه والله الله دي وخراطه كده انت والله انا خايف بخل لبن تشرب وانت شكلك القبيح ده والله العظيم يا اخي العريس لما يجي خاش كده يقول لك ها والناس لما بيجي يتغدى بخد بيجي يتعشى بخد العريس لما يجي مالك كده يلقى قروش كتير هسه يزول بس عرفت العريس الموضوع ينتهي ما الناس كلها ظروفها سيئه صدق الشيخ انت صدق الشيخ قلت لك صدق لا خلاص اسمع انا امشي لعمك كلمه قول لك ليك ساميه كل الحاجات اللي قلتها أيوة. امشي لي بس انت بوريك امشي خلاص يا ايمن ايمن جاهز الفنان هاي قلت لك انا جاهز الصالح حجزتها الصالح حجزتها ب 100 مليون لا اله الا الله 100 مليون لا اله الا الله الصاله وبعدك اجرتك عملت ساعتين اوفر شنو ساعتين اوفر تايم في صاله لجرتك لجرتك ايوه أجرتك تجيبوا الفواكه بأنواعها فواكه وفي خروف بيعملوا شيء الخروف ده ناس الصالة ذاتهم بنجدوا عار بكم بكم نجد الخروف بس ب 12 مليون لا إله إلا الله محمد رسول الله يا مرة العريس اللي أنا شفته ده أقسم بالله يقع من طوله ها تقول لك كلام زي ده أقسم بالله يقع زي أريال التلفزيون الملون رب والله الزول ده لو كلمته يا أخي صار ب 100 مليون اشتروا له بيت يا اخي العريس يقع العريس كان وقع ميقع انتوا رجاله انتوا بات البيت دارينا كل شنو مال اليوم الزيدان أيوة. كان العريس وقع انتوا ترفعوه ايوه ايوه ها. ها ايوه انا عارفه ايوه شوفي يا بنت اها العريس يا انت مجنونه ده انتحار والله ده كلام ده كله حرام يا اخي البيت دي الراجل دايره وهي دايره يمشوا يشيلوا ال 100 مليون ولا ال 12 مليون يمشوا يسووا بيوت هناك انت دايره تعمل الحاجه دي شنو يعني عشان تعمل شنو يا ساميه عشان تصل لشنو ده سؤال ده سايقه عشان تصل الى شنو خذلتني لكن ها خذلتني لكن خذلتك في شنو خذلتني خذلتك في شنو انا جيت جاريه من الراجل ها جيت جاريه من راجلي متابش لي اعمامه اعمامه بعزوها لا حول ولا قوه اعمامه بشيلوها اعمامه بسلتتوها والله العظيم يا سامي عليك الله الكلام ده كله انسيه انت دار تحاكي الناس لا تحاكي مرت فلان انا ما بتكلم لكن يا محمد انا ساني ما طويل انا ما قاعد اتكلم استروني يا اخوان استروني استروني والله العظيم ما بقدر امشي في الحله ثاني كان بتتعرسوا بالرخصه إلا بالغلا؟ أي مسرة يعني إلا سوي لها السمح بتسوي لها السمح والفنان جيبوا أغلى فنان ها؟ أغلى فنان كم يوم بيغني؟ ها؟ بيغني كم يوم؟ في أول حاجة عندها حنة هي في البيت عندها حنة عندها الحنة ذاتها دارين نعملها في صالة صغيرة كده يعني طيب كويس؟ كويس وبعدك عندها القيدومة عندها القيدومة القيدومة دي بيعملوها بيعملوا فيها الرز ده بالجيزان الرز؟ أي أي أنا بحب الرز شفتها؟ يلا وبعدك بعدك ثاني عندها شنو يا ربي؟ اسمع القيدونه دي بيعملوها من القيدومه دي هاي. بيعملوها الخيلان وبيعملوها الاعمام يا ساميه أه. يا ساميه ما تبقي زوله متخلفه ساكت وزوله ساكت الزمن وساكت الدنيا الدنيا دي بسيطه جدا يعني احنا قعدنا صعيبه البيت دي جاء الراجل وهي قالت دايره هو قال دايره خلاص امشوا يسووا بيتهم القروش اللي دارتها للموال العرس اللي ادوا عليهم هم امشي يبنوا بقى مستقبلهم انت ضامن الحياه انت عارف الموت بيجي متى يا مره استر روحك يا اخي توخوجي لكم موت حرتكم مجاهر خوجين لكم موت التوخوج انت الموت ما بيما شباب نحن هسه في حاله عريس الموت ما يكون علينا والعريس ما خلص يعني شو العريس اسمع انت وقت ما تستروني انا ماشي لي اخواني حقي في ورث ابوي ابيعه وعرس له بنتي امشي 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 بيع الطين بيع البيوت تعالوا عرسوا لبنتك معقول الكلام ده يا اخواننا معقول الكلام ده يعني تبيع الوراق اللي قدام عشان البيت اه انت ما طرتش انت ولا ما طرتش ولا راسك ده تسلم كيف انت تحجز الصاله ب 75000 75000 بيطلع من 13 والله يا عم انت ما عارف حاجه 75000 والله الناس دي جاملونا انا ما عارف لا وكمان تعرف انت ما بتشاورنا ما بترجع لنا ما احنا ما تكلمنا احنا قاعدين والله 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 ده 5 مليون ارمون 5 مليون دفع خلي 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 انا بقي كده الحمد لله على 75 5 مليون والله الناس دي جاملوني يعني جاملون احدين شفتها جاملون عرفوا قيمتنا وعرفوا احنا 75000 جاملات
وده غير الاوفرنايت يعني في, في حي اسمه سوق اوفرنايت. اوفرنايت دشنا هاي انتوا قدام خلاص ها هاي انتوا قدام يا اخي قدام كيف يعني؟ يعني اوفرنايت يعني شنو؟ يعني بعد الزمن ها؟ ها يعني زمن اضافي زمن اضافي يبرر الغالي زمن اضافي هلال المريخ انت مجنون ولا شو؟ زمن اضافي بتاع شو؟ وراي وراي زمن بتاع شو؟ كوره كوره الكوره بتاعتها تديها منو؟ ما 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 صالة يلا الصالة دي بخمسة وسبعين أنا الفنان قلت لك ال بيلبس تر 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 حر 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 ذاك وشنو يعني بيعمل جو كذا ده بياخد 35 بيعمل خمسة ما ده الجو الجو جو شنو جو يعني جو جو الحمد لله الجو الكلام ده الجو من هنا الهيصة كذا والزفة الهندية جو زفة هندية كذا الولد ده ما تركش حتى ما نصي وحيا الله حالي يا أخوانا شغل والعيش هناك يكورك لا يكورك لا من بعيد وبي اي 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 والله يا ما شاء الله 5 مليون لا حول ولا عربون لا لا بتاع صالة ودفع 20,000 للفنان لا والله دفع كم 20,000 للفنان لا 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 20,000 20,000 يا ولد انت بتفجر ولسه في باقي في باقي يا ولد انت بغني شنو بغني شنو لا هم بيعملوا جو ما ظلوا ما ظل مدور ظل الصايره مدور اخويا هذا يقولوا عليه شو يقولوا عليه ما جابوا الفنان بالله يا جنة يا جنة فنان وصالة يفوت ال 100,000 هاي لا شنو ده كراسي ده والله يا والله انا ما اعرف والله ما اعرف حاجه يا محمد يا اخي اسكت ساي الراجل لا الصديق ده والمره اللي اسمها ساميه دي المستهبلين البنيه دي الراجل ده يقعد عليها في الزاويه اللي هناك يشيل المره ويمشي يا راجل امشي بلح بس تمر حلاوه هاي ونوزع على الناس المدعوين لا لا جيبوا الهنود انتوا احنا ما نجيب هنود يا زول ما بنجيب هنود يا خالتي بعد خالتك في عينك انا رايح من عقد للبنتي انا مشي نعقد لها اي سوق المره يمشي سوق المره وكلام فارغ سمعتنا 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 سمعتك طبعا في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال غلهن مهر انك سهلن بركه نعم. اي أيوه وطبعا المفروض الناس تسهل امور الزواج ولا وناس تساعد الناس يعني بدل انت ما تجي تقول ده رساله ب 100 مليون وب 200 مليون القروش اللي بتنفق انسايدي بدون اي حاجه دي تستفيد منها في بيتك في حاجتك كده يعني طبعا الشغله دي العقد لما يكون ذاته مبسط وفي جامع بيكون مبارك يعني ده حياتي دي ربنا ذاته ما بارك فيها الحياة البزغ الكثير والحياة اللي بيعملوها دي يعني الزول اللي بيعمل عنده يعمل له حاجة مفروض يقدمها للعريس يعمل له حاجة يستفيد منها لقدام مفروض نحن نرجع لعاداتنا وتقاليدنا ونشوف أمهاتنا يتزوجوا كيف ونقتدي بهم لأنه اليومين ده كثير من يعني من الازواج يعني بخشوا في خسائر وبخشوا في ديون في منهم الان فتحوا لهم بلاغات وموجودين في السجون وفي الحراسات وبعد ذلك دخلوا اصحابهم ودخلوا اهلهم عشان يعني يحلوا من اشكالات الزواج مفروض الزواج يكون بالفاتحه يكون في المسجد وتكون الكرامه كرامه بسيطه بعد ذلك الزول المال اللي عنده يستفيد منه في مستقبله مع زوجته مع اولاده يبدا به حياه جديده والله هو اغلهن مالا قالوا اكثرهن بركه والعند واحد مفروض يتخارج منها لانه الزمن بقى صعب وصعب من صعب وبعدين الراجل اللي بيشيل المراه والله لو وديته وزدت ما بتندم عليها لكن كلام الحدايق وقلعوا النجايل ده والسيتي بارك وما عارف شنو ده كلام فارغ ونحن ناس مسلمين ديننا ما بيسمح لنا كده يعني الزول يكون وديصول ان شاء الله اللي عندك ذاته ما عندك يتم لك ابواب وبعد ذاك الامور ان شاء الله بتسلك صراحة كده على حكم بيئاتنا السودانيين وتقاليدنا وعاداتنا السترة بقول لك زي ما في تلقى الزول الملتزم والناس محترم ومغيم بيشيلك وبشيل جناك وبشيل اللي حواليك يمكن انت تديه لكن اذا اصلا زول ما بتعرفه جايك من برا كده او جايب لك من نفر ما بديه الا زول عارف وصله وفصله بعد ذاك انا بديه وبديه مغيم وبتملى من جيبي ما فرقت لكن كوننا نعمل صالح الحجب الاستطاع انت لو عندك شيء يعني اهلك ونسايبك تعزهم مش تعمل لهم صاله، انا ما عندي يورو، عندي قروش، عندي بهجه وسرور، لكن لو ما عندي حاجه بعمل الشيء المعقول وبظبط الامور. البسيط المختصر تزوجوا فقراء يغنيكم الله واقلهن مهرا افضلهن بركه وندعو الشباب وكل الاخوه
بان يسر الامر وربنا ييسر ان شاء الله. بالنسبه للزواج يعني والتكاليف وكذا يعني هو المفروض ما يكون يعني في هنا مبالغه يعني وحاجات زي دي، يعني كل ما زول الحاجه تكون مبسطه وكذا بتكون احسن يعني. تزوجوا فقراء يغنيكم الله، حتى لو بالنسبه لل بالنسبه لل يعني ناس ما كده. يلا بالنسبه لي يعني هنا فاتوره العريس وكذا دي حاجه مبالغه يعني، المفروض الناس يعني هنا تقلل الحكايه دي وتبسطها يعني. انا عندي رساله يا جماعه للشباب الموجودين هنا، في زول هنا ما داري الزواج؟ كلكم دارين الزواج وخايفين من الطلبات بتاعت الزواج صح؟ طيب انا نموذج قدامكم، انا عرستها وفي جيبي كان ولا جنيه ما في، وعمري بعد اتخرجت من الجامعه ما بعرف ادق طوب ولا ابني، الان انا بقيت ابني البيت بدق الطوب وببني لانه كافحت في حياتي، قدمت لتمويل اصغر 20 مليون ودي الركشه واقفه، شلت ال 20 مليون ممكن الكاميرا ممكن تشوفها هذه، لا الان انا الركشه دي باقي لي فيها 6 شهور بس اسددها، عرست من الركشه كنت سايق للناس بنيت البيت من الركشه، الان حصلت على تمويل بعد زواج 10 سنين ساكي البنوك اصلا ما في ترتا، التمويل الاصغر فاتح يا شباب، بيوتات التمويل موجوده من 5 مليون ل 20 مليون ل 50 مليون، الناس ما تياس بدوك، انا ساكي التمويل قريب 10 سنه ما عندي واسطه، التوفيق من رب العالمين، انت اسعى وربنا معك، بالذات عمل الخير داير اسباب ربنا ان شاء الله بيسهل لكل شاب، لكن الزول ما يقعد يقول انا والله ما عندي، انت ابدا بتلقى بنت الحلال اللي بتبدا معاك وتبقى راجل وتشيلها وربنا يوفق الجميع. الو ايوه، لا لا جيب لي البضاعه هاي، انا فتحت الدكان هاي، هاي الدكان فاتح، هاي داير لي هاي دسته بتاعت هاي هاي معجون، وداير لي كرتونتين شعيريه هاي، لا 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 مكرونه عندي، مكرونه عندي دكان مليان مكرونه، هاي والله ما في زول بيشتري مكرونه ذات وحله ذات ما اعرف، شغالين عدس ها عين، بقول لك اسمعني اسمعني، جيب معك صابون هاي، صابون صابون سائل وضرب هاي ان شاء الله، لا 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 انا ما بدي ما بديك شيك، انا بديك قروشك طوالي بس انت ادي الولد يجيب الحاجات هاي هاي، وجيب معك لبن بودره هاي، داري لبن بودره، خلاص خلاص يا زول خير، يديك العافيه حبيبي تسلم، يلا باي. يا سلام يا سلام يا سلام، ها هاي ما تقول لي جبت البضاعه الجديده والحاجات زادت، كل ما اجيك اشتري منك حاجه تقول لي معليش والله دي بضاعه جديده جبناها ولقينا اسعارها زايده، اديني من القديم، لا 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 اديني بسعر القديم، من القديم الجديد ما تديني منه يا محمد، هاي عليك الله يا محمد، حركاتك دي انا عارفها طوال انت عامل لي، اسمعني هاي انا والله راسي مصدع وتعبان، هاي ابلع هذا اداب وكذا، ابلع لك من هذول، ابلع لك من هذول، لا انا ما قاعد ابلع من هذول، ها انا بشو ابيع كذا كاش برتاح، لكن لما يزول يجي يعمل معي لوك 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 الصداع ده بيجيني تاني، لا لا انا ما بدين، انا انا بديك كاش هاي، لكن ما تقول لي بسعر القديم، لا بسعر القديم يا اخي، انت حاسس عمرك الليله زي اول امبارح؟ ما العمر ذاته زايد، احنا بضاعتنا زي العمر زايد، حاسس عمرك ده قاعد ينقص؟ لا لا ذاك العمر، اها طيب ما خلاص ذاك العمر، الوقت ذاك الزمن، الوقت الوقت ما بقيف، اها ماشي طوال اصلا ما بقيف، طيب تعرف شنو؟ لا يعني الاسعار بقت خلاص كده بقت زي الزمن، ايوه زي الزمن ماشي طوالي، ايوه طوالي والله والله، يعني هسه البضاعه القديمه تبيعها بنفس السعر حق البضاعة الجديدة، أيوة. حرام عليك هذه، ما حرام عليك، لا 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 يا اخوي اسمع ما تحسسني بالذنب، انا دكان انا الدكان ده ما ماجر، وانا حسسك خلاص انا ما ماجر الدكان ده، بدفع مروحه وبدفع مكيف، ما تاجره، اها طيب شنو؟ لا انا البضاعة ما عندك، السعر زاد، انت تقوم تزيد طوالي، وهي البضاعة اصلا قاعدة انت ما اشتريتها، شنو يا حمد ده تبقى لي رغيب وعتيد؟ قال لك رغيب وعتيد هاي؟ ليه؟ اللي في شنو؟ هاي قال لك رغيب وعتيد، ليش؟ انا ما حقي كمواطن، كشنو؟ كمواطن، كمواطن؟ هاي امشي الدولة، انا دولة؟ امشي الدولة؟ لا لا ها شنو لا 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 ما كده يا اخي ما كده كيف؟ هاي يا اخوي انا فاتحة تكية؟ لا انا قلت انا فاتحة زكاة؟ وانا جاي اشحدك؟ انا جاي اشيل منك بجان ما بحقي؟ يا اخي يا اسمع كيس الشعرية ب 6 جنيه ما داير عليك الله امشي كيس الشعرية ب 6 جنيه ما بديك الا باربعة وكل يوم زايد؟ يا اخي تسالني انا يا اخي انا بزيد الاسعار شنو ده؟ اللبن كل يوم نلقاه زايد، السكر نلقاه زايد، الشاي نلقاه زايد، السكر ده بالله ماشي كده هو الدولار سوا ده شنو ده؟ يا اخوي هوي هوي يا محمد هاي انت شغلك ده ما شغل شيره وبيع لا يعني زول ما ينوم ما تنوم ما ينوم خليك قاعد زي انا انوم الصباح طوال القى الحاجه زايده يعني ما نوم ولا شنو يعني وانت نايم لها شنو يعني خلاص وارث ما تقوم خش السوق ده لا هاي بسم الله ما زول بنوم الليل الليل ده ما الليل ده ما للنوم خلاص النهار ده للمعايش نحن نهار وليل شغالين معايش اصل شنو نحن اله يا محمد خليني من اله ولا حديده انت
عندك قروش تشتري ولا دار تعمل لوك لوك؟ انا عندي قروش اشتري لكن بالقديم. بالقديم؟ هاي لا لا مش الدكان الثاني. لا بضاعتك قاعده هذه. لا ما اشتريت انت. ما اشتريت ها؟ ما اشتريت. ما اشتريت شنو؟ ما اشتريت بضاعه جديده. دقيقه عليك الله. الو هاي عليك الله. ايوه لا 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 ما القروش ديك القروش ديك ما متلخ بتا. هاي تابع لي عثمان. هاي ادي عثمان. خلاص هاي خلاص اوكي. هاي يا احمد خير. انا بشتكيك. تشتكي لمنو؟ لحقوق المستهلك. حقوق شنو؟ حقوق المستهلك يا محمد. هاي مش قالوا في حاجه اسمها حقوق المستهلك؟ يا اخي اسمعني، لا حقوق المستهلك لا حقوق المستهلك. انا شخصيا ما عندي لك حاجه. انت مستهبل. انا مستهبل؟ انا مستهلك. انت مستهبل. انت مستهلك. انا مستهبل. انا مستهلك لكن انت مستهبل. والله عكستها. هاي انا تاجر وانت مستهلك ومستهبل. قلتني عليك. لا 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 انت والله العظيم بالطريقه دي انا بشتكيك يا اخوي. امشي اشتكي. هاي امشي 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 اشتكي. امشي امشي افتح بلاغ. ده دكان عندك قروش تشتري؟ ما عندك قروش امشي 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 اقعد البضاعه في الواطه. قول له امشي اشتكي يعني ضامن انه ما بيجيك حاجه. يا زول ما عندي. انا ماشي في السليم. انا بضاعتي جديده وسمحه وعندي بضاعه قديمه. بضاعتك ما جديده. بضاعتك ما جديده. ما خلاص يا اخي مالوك. خلاص جديده ما قديمه. خلاص اديني بالقديم يا اخي. ما بدك. حرام عليك يا اخي. انت ما خايف من الدوله؟ ما خايف من المواطن؟ خاف من الله يا خاف من الله. لا لا زول بيتكلم مع زول ثاني. قاعد يتكلم مع زول جنبي قال لي خاف من الله. اي لا لا انا قلت له خاف من الله. تلبس السعر الغالي يا زول. يا زول انت مجنون ولا شو؟ لا يا ابو بكر. ابو بكر ده زول خطاب ما تسمع كلامه. خلاص بعدين بضرب لك يا اخينا. يا محمد يا زول انت مجنون ولا شو؟ النصيحه دي انت بتعوها ولا شنو؟ يا اخي ما في اي نصيحه. انت عندك قروش؟ عندي. هاي طيب يلا اشتري. لا شنو؟ بالقديم. بالقديم ما بديك. ما بديك بالقديم والله العظيم. كان طرت السماء والله. امشي اشتكيك لجمعيه المستهلك. امشي يا اخي اشتكيني لجمعيه المستهلك. جمعيه المستهلك انت بتهددني بجمعيه المستهلك؟ انا بحكي انا زول قاعد يديني قروش بضاعه. شنو؟ في زول قاعد يديني قروش بضاعه؟ ما في زول بديك. طيب خلاص انا بشتري. انا تاجر. خلاص السوق. خلاص خلاص بيع بسعر بسعر هنا ما زيد. قول له على كيفك. انت اخوي جاي علي. امشي ابقى على الدولار. امشي امسك الدولار. كفي الدولار. امشي على الحياه طايره السماء. تبقى في الرز والشعريه هنا. ده كلام بسيط يا اخي. الجو حكي الرز والشعريه دي ما هي عشتي. ده ما اكلي وشرابي. خلاص طيب اشتري اشتري. اشتري عندك قروش الدين او عندك؟ انا ما بشتري. انا مش بكلم ناس الجمعيه. امشي كلم ناس الجمعيه. بس كلم اي زول. كلم اليو ان. زول ده يهددني ولا شنو؟ يا سلام يا سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد ازيك؟ مرحب. الله يسلمك. الله يخليك. والله ليله جايه تنيني سوانا الجمعيه في البيت. والله يا اخي جايينك في البيت. آه ما شغلتي ده راي صندوق كده يعني بتاع بارد. ودايره راي طلع بتاع السكر وربع. حاجات بسيطه. حاجات شنو؟ حاجات بسيطه. في ما سجل. سجل الدفتر. هاي هاي انت كراسك بقى زي كراسه الاملاء مليان. كراسك مليان. ده الكراسه الرابع. ما موظفين عادنا عندنا هنا. عندنا مرتبات بيجينا اخر الشهر. ما شغلتي مرتب مرتبات ولا حراميه؟ عندك قروش بديك. عندك ثلاثه كراسات مليانات تاني الا كاش. ما بقدر ادين انا. خلاص الدكان ده خلاص اتملى. انت قال التجاره دي شنو؟ اها التجاره دي ما تعامل. اعرف اتعامل مع الناس ويبتسم في وشهم والما عنده بالقليل مشيه. انا ابتسم بس بضحك لك. انا بضحك لي. انا بضحك لي. هذا ضحك الفارغ ده. لكن لما تجي سعاد. شفت لما تجي سعاد تفتح مطبقه المطبقه بتاعتها. اتفضل يا حاج سعاد. اتفضل اتفضل يا حاج سعاد. يا ولد افتح لها بارد. ليش يعني؟ انا بتشتري. ها بتشتري. انت بتجي تبيع كلام بس. انا انت هاي تجي تمشي. لكن سعادتك راجل مغترب برسالات. تفتح المطبخ كده تطلع الرزم فجك 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 الدور جابت مالي. انت ليش عندهم دار ليس سكر دار اي لبن وتنطط زي الفار. ما نرمي عليك تعالي انت يا مره. هوي راجل جيحه وانت جيحه. والله لو الفار دخل بيتكم ما بيمروا تاني بتاكلوه. انتوا وجعانين ساكن مالين انتوا. والله عايز اقول حاجه. ربنا ده ربنا ده لما خلق الناس خلقهم كلهم غنيانين يا اخوانا. يا اخوانا ما في ناس تعبانين. في ناس فقراء. الماء عنده بدي لذول الهناي. التعامل ده كيف يعني؟ انت ابقى تاجر بتعرف تتعامل مع الناس. بالتعريف تتعامل معه زي البي مليون. الو شفته؟ الو يا عمر. لا 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 كاش بس. يعنيك الله ما يقعد هناك. لا خلاص خلاص ده اللي بيدفع طوالي. خلاص خلاص اديه طوالي. هاي الله يخليك.
ايوه يا سامية. اقول لك حاجه؟ نعم. التليفون ده لا جاك جرس. نعم. ولا حز في جيبك. اها. يعني ده عشان دار تتجهني انا. يا اخوان دار تتجهني انا دكانك ده يتقال المقاوم منه؟ مقاوم منه نحن المساكين ديل بالجيش والتعريفه. ما مقاوم منه الناس الغنيانين. ديل ممكن يمشي السوق هناك يشتروا حاجات ويجيبوها يخزنوها في البيت. لكن نحن المفترض تتعامل معنا تعامل كويس. حرام عليكم يا ناس. يا سامية. سامية هوي. بتي مجنونة ولا شو؟ مجنونة كيف يعني؟ انت دكان ده قايل انا فاتحه تكية؟ ده دكان انا برضه ما بفلس. انت عندك قروش تعال قلت لك عندك كراسين ولا انا سنتين بدينك. هذه لما طلبتك بحقي ده المليل وطا كلها وتحسسيني انه المال والبنون ولا شنو؟ الدين يا اخوي انا اكلمك الدين ده قالوا حجر عطرون. كان ترموه بيكمل انا بترمي لك شويه تتعامل معاي. انت والله ما بتترمي والله دينك بتتعامل معاه زي حجر التيمم تهبشي كده تخليه لا بزيد لا بنقص. والله انت مجنون يا سامية. والله انت ده المجنون. والله انت ده المجنون. عندك ناسات وربنا بحاسبك على الناسات دي. يا سامية عليك الله ما تحسسيني. في ناس تشيل لهم حاجات والحاجات تشيلها يا ولد. دخلها له العربيه يا ولد. وصلها له البيت. لما نجيك انا تعمل روحك مشغول بالتليفون. هاي لكن يا سامية انت قاعد تشتري شو؟ لو بالغت ده بتشتري حاجه ب 30 جنيه. يا اخي ان شاء الله ما بتفوت ال 20 جنيه. ها؟ بتعزميني ساكت بتجيبي، لكن شوفي المره اللي بتشيل بكم؟ 300 400 يا ولد جاي شالت 4000 شالت شعري ولا انت ليه تقول لي دار لي حبه سكر دار لي حبه هتقول بتربي لك في يتمه انت مجنونه ولا شو؟ وانت فاتح دكانك ده وين؟ دكانك ده ما في حي شعبي يحون كلهم الناس التعريفه والجيش ديل. انت اساسا كان داير تفتح بين هناي امشي افتح في محل الجمله هناك لا لا في الاسواق الكبيره يا مره هاي هاي والله العظيم انا اشتكيت للسلطات المحليه شنو؟ يطلعوك من الدكان ده يطلعوك. لا تعرف تتعامل مع الناس تعامل صح يا مره انت يا زول انت مالك يوم محمد يا اخي انتوا كنت ما عندكم قروش ما ترموا لامكم فيني انا يا اخي يا اخي انا بشيل مجان انا ما بشيل مجان انا اخر الشهر بدي قروش ولا ما بدي قروش اخر الشهر لك ما بتدفعي يا سامية ما بتدفعي لك يا راس الرابع والله عندك راساتك مليارات ما بتدفعي انت تدمعي لي ما من جهه ثانيه يا اخي الكراس كله فوقكم في 64 ورقه الكراس ده كراساتك الاربعه ديل ما فاتت ال 250 مع ملح وشطه وطعميه وحاجات يعني بسيطه كده يعني وانا بشيل منك شنو؟ يا سامي عليك الله في زول بدين كبريت ها؟ كبريت؟ تدين مني كبريت يا اخي خاف الله يا اخي كبريت قلت لك الكراسات دي المالين بشنو؟ كبريت ملح كل حاجات بتعرفها ما قريش خلاص 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 يا ولد عديها خلاص شيلي منه الشعريه وشيلي منه اي شيلي من دار شو ثاني؟ هاي ده التعامل يا اخي خلاص شيلي ده التعامل خلاص انا بس دايرك تتعامل مع الناس كلهم واحد حاضر الفقير والغنيان تتعامل معهم تعامل واحد حاضر حاضر ما تفرزوا الناس حاضر 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 ما تغيب يا اخوي اديني يا ولد الحاجات هاي اديها الحاجات بكره ما تديها الو هاي حسن وين انت بتاع الكارو ده يا اخي؟ السلام عليكم خليك معي نعم ابو محمد انا جايك بموضوع خطير جدا يعني افتكر انه يعيد ما اسم ها يلا بيجي اسمع برجع لك بعدين يلا الزول ده شكله الزول ده شكله جنريتر لكن بعرف له ايوه دقيقه اي اساس يلا 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 انا جايك لموضوع حساس شديد فاهم ايوه يعني حمود وسعاد اختي حمودي حمودي وسعاد اختك اها ماله الانسان ناس مضايق شديد جدا مضايق شديد جدا وانت اسمع البقاله دي قريتها الدكتور ولا شنو دي بقاله يا احمد هاي انت عارفني هنا في الحله دي كم سنه قريب ال 14 سنه حصل غلطنا عليك ابدا يلا اوكي يلا انت عايز تربي لنا شافعني يعني نشتري شنو يا اخو يعني قال لك من اصلا هو محتاج لكبس يعني ولا اصلا يعني ولا محتاج لحاجات زي دي بعد ده مواد مسكر اه ده ولدكم حمودي الصغير وتسامي وين صغير يلا عمره 14 سنه راجل كبير دقنه مرقع ايه اللي لسه سن الطفوله القانونيه 18 سنه سن شنو؟ الطفوله القانونيه؟ القانونيه 18 سنه يا اخوي هوي 14 سنه يا اخوي هوي انا ما فاتح لي فريق بتاع ناشئين تقول لي سنيه ما سنيه اوكي ولدكم ده جاي واقف هناك بعاين اهبال زيك بعاين الدكان كله يا ولد داير شنو؟ يلف راسه عزمني ساعه ونص واقف داير بيبسي قال لي هو داير بارد قال لي هو داير زبادي قال لي هو قلت له شيبسي قال لي اقول له شنو؟ بالمناسبة قاعد تتكلم عن زول ثاني ما حمودي لا بتتكلم عن زول ثاني ده محمودي يا اخوي حمودي مش الوقت اللي بيشبهك القدوم اللي برا ده
لا هو لبرا لكن يعني يا اخي بيتكلم زيك قالوا الولد خال يلا يلا اوريك حاجه اسلوك منك ما محترم يا احمد. احنا قاعدين في الحله دي من فتره كبيره جدا. ما مفترض انه مثلا يعني تسجر الولد تسجر الولد تقول له امشي امام ربه تجيب انت على يدك يا احمد. هاي يا اخي مين قلنا لك كلام يا اخي ده قروش ناقصه ادك ب 5 جنيه اداني 4 جنيه قلت له جيب الباقي قاعد يتلام. قلت له انت ما محترم ما محترم ايوه ما محترم ربه كويس حمودي ما محترم ايوه حمودي ما محترم يا اخي الزول ده بيتكلم عن زول ثاني ولا شنو؟ زول ثاني حمودي يا اخوان مش قريبكم ده بوزو اللي برا الواد الجاني انا بوزو اللي برا طيب. ده هو قريبكم طيب يا احمد انا عايز اقول لك كونكلوجن كده للي قاعد يحصل ليك يعني اول سلوك قاعد تعمله شنو كونكلوجن ها فاهم كونكلوجن يعني انت وقت فصيح كده ما تدي قرش زياده يجي يشيل الشيبس يلا 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 سبحان الله يلا الماده عاوشه يا خلال يلا الماده ما كل شيء اها المادة ما كل شيء يا احمد المادة كل شيء السلوك والله شغال مسلسلات ثقيله خلاص السلوك كل شيء جاهل السلوك اهم حاجه في 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 العجله الإنسان. السلوك اهم حاجه في العجله تكوين الانسان ها ايوه فبالتالي الدنيا ما كلها عامله عباره عن دكان يا احمد ها الدنيا فوق فنون يا اخي يا اخي اللي جاي يا اخي الدنيا فوق فنون لا اله الا الله الدنيا ما دكان لا اله الا الله يا اخي عيب عليك يا اخي عيب عليك يا اخي عيب عليك انت يا اخي عيب عليك انت ده يا اخ شكيتك على الله يا اخ هزلت ماله يا اخ زلت ما طبيعي قالوا الناس بتشكي منك انت يا اخي الدكان ده بقفله انا مشيت لقيت الجمعيه زول ما فيش لا 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 الدكان ده بقفله قالوا عندك سلوك قالوا سلوكك منتهي ما بتحترم الناس ما بتحترم ما بتقابلهم مبتسم طوالي ساري يا اخوان هو ابتسم شنو التعامل يا اخي طوالي قالوا ماسك تليفونك التلفون عندك اهم من البني ادم الواقف بني ادم الواقف ده بكون واقف داير حاجه مستعجل يمشي يقضي غرضه بتوقفه مسافه طويله بتتكلم تتكلم 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 وبعد ذاك تقفل التلفون عشان تشوف الزول ده شنو ضرب لك تلفون ثاني تخلي الزول قاعد واقف في محل ده سلوك ما جميل بعدين ما لو الزول قال لك ادينا حاجه قلت له ما في ما بتقول لي ما في بادب قول له ما في شوف الدكان الثاني يعني سلوك ما عندك ما بتقول سوري ما بتقول معليش ما بتقول انت بتتكلم عن عندك اعتذار عندك انت الناس كلها شكت منك يا اخي الناس كلهم نشكو منك بس الدكان ده هاي الكلام ده كله بس ده الدكان كله في الدكان السلوك ده اهم حاجه في البني ادم انت قال البني ادم شنو ما تعامل سلوك هوي اصلا هوي قام شوفوا بيوتكم خلوني انا يا اخي انا دكاني قاعد يا اخي انت لا عندك سلوك لا عندك تعامل لا عندك ابتسامه جميله كلها المواد قاعد فيها يا اخي انت يا اخي جايب زيرو يا اخي جايب زيرو ايوه جايب زيرو ما بتعرف تتفاهم مع الناس انتوا ادفعوا حق الكراريس اللي عليكم الكراريس دي مليانه كلها جايبين قاعد 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 الكراريس دافعه كلها يا اخي ما دافعيش انت وسامي يا اخي ويجي كمان بيتفلسف فيني يا اخي دار من سامي ما دار مني انا يا اخي طيب كلكم ما دار منك كلنا منك انت عارف الناس دي كلها غلط وانت الوحيد الصح ولا كيف يعني كيف بتعامل الناس يا اخي استغفر الله اي شغال على كيفك شغال براك اي حاجه اقول لك تقول امشي اشتكي ما عاد بكمش يا اخي ما معقول دي مفردات يا اخي ما جميله يا اخي منك خلي عندك سلوك احترم الناس ابتسم في وشهم يا اخي ابتسم قول لهم حاضر معلش يا اخوان الحاجه دي ما عندي اسف ان شاء الله بكره نجيبها يعني كده زول بيمشي منك مبسوط يا اخوي هوي الشابع يا زول يا محمد انا بتاع يا زول هي يا اخي الناس كلها تشكي منك اسكت انا خلاص انا بتاع انا بتاع دكان ولا طبيب نفسي انا بتاع قريشات انا خلاص دار تطلع لنا في راسنا ولا شنو يا اخي شنو ده يا اخي سلوك يا اخي السلوك اهم حاجه في البني ادم يا اخي برافو طب سخنها يا اخي معانا انت دار تسخن علينا نحن مسخنين في الجو مسخنين في الجيب مسخنين في اي حاجه انت جد تسدنا السخانه امشي اقفل الدكان ده لو ما بتقدر عليه يا اخي لا اله الا الله لا اله الا الله دكاننا خلاص زري بتفهم تعالوا اشتروا ثاني من المفترض التعامل عمل الطير يكون تعامل راقي ويكون تعامل جميل والطير هو تغوى ومش ظروف الناس لها ظرف يمشيها والناس الوضع تعبان يمشيهم الطير بتاع الدكان يكون بيتعامل مع الزبون بمعاملة فيها رقي خالص بيتعامل معاهم في ناس بيكون ما عندهم قروش في نفس اللحظة ويقضي لهم حوجتهم وهم بيرجعوا له قروش أصلا ما حيمكر عليهم وما حيبوا لهم حيجي يوم يرجعوا له يشكروا عليهم لكن لو بيتعامل معاهم معامله شينه او يجي الواد يقول له داير عصير يقوم يدوه شيبس الشيبس ده اصلا مواد كلها ضاره وما صالحه للاطفال بالنسبه للدكاكين في الازعار
كل دكان عنده سعر براو. يعني تمشي الدكان تلقى السلعة مثلا إذا كان السكر أو الشاي في الحلة ذاتها، ممشي الدكان بلقاه في دكان بسعر، ممشي دكان ثاني بلقاه بسعر ثاني. ده دي حاجة. الحاجة الثانية اللي ما يكون في السلعة ذاتها في سعر، يعني العلبة بتاعت الصلصة يكتبوا فيها مثلا ب 13 جنيه مكتوبة فيها كتابة، أنا أمشي لبتاع الدكان على سنة ما كل زول شنو بمزاجه يكتب السعر اللي هو عايزه، زيه زي كل الدول دي بتعمل كده. أي سلعة بيكتبوا فيها شنو السعر بتاعها مكتوبة فيها، ما بكون في احتيال. لكن هسه حاليا في احتيال من أصحاب الدكاكين، ما كلهم لكن الأغلبية، بمشي بلقى سعر السكر في حتة، بمشي تلقاها ثاني في حتة بسعر ثاني. العلب بتاعت الصلصة أي حاجة فيها زيادة كل زول شغال على كيفه بسعر بمزاجه، بيعمل أي حاجة شنو بالطريقة اللي هو اللي بتريحه. دي حاجة ثانية. الحاجة ثانية في مواد تموينية بالزادة البسكويت بالنسبة للأطفال، وأنا ذاتي من الناس بلقى شنو مكتوبة في الكرتونة إنه شنو ما يعني ما منتهية، في ألقى السلعة جوا بلقاها يعني منتهية، لما أفتح أنا الصندوق بتاع البسكويت بلقاه منتهي، والقى الكرتونه كاتب لي عليها مده الصلاحيه بتاعتها 6 شهور، ليه ما في رغابه داخل المصانع بتاعت البسكويت؟ ليه الكرتونه بتاعت البسكويت اكتبوا فيها انه السلعه دي شنو صالحه لمده 6 شهور، ولما افتح الماده ذاتها اي القى شنو منتهيه؟ وين الرغابه في المصانع؟ وين الرغابه في الدكاكين؟ ما في اي رغابه في اي دكاكين او في المصانع. في البسكويت ده بياكلوه اطفالنا نحن، نجي شنو في امراض اسهالات وامراض كثيره ناتجه شنو للسلع الفازه، يعني ما في رغبة من كل الجهات. السلوك مهمة في الإنسان، وبالذات في أشياء بتحصل في الدكاكين والله، يعني أحيانا كده تشوف نفسك فيه ما أدري كله بالأبسط شيء. السكر 10 كيلو ما تعمل 10 كيلو 8 كيلو ونص، 5 كيلو ما تعمل 5 كيلو 8 ونص. ما مشكلة أنا بشتري 10 كيلو بمية جنيه، لكن بودي بلقاه ناقصة، عشان كده أحسن تشتري بالكيلو يوزن لك قدامك. الشغل هو اساسا من المصانع من حي نفس دي ناس الدكاكين ديل، يعني عامه هم بياخذوا من السوق، يعني ما الرغبه تكون في المصانع، لانه المصانع هم بدوا ناس في السوق تجار كبار وهم بيزيدوا الشغل اساسا. يعني ناس الدكاكين هو في النهايه بيمشي ياخذ وبيجي وبيبيع للمواطن بنفس السعر، لكن ما في زياده من بتاع الدكان بيتعامل مع اي زول في الحي، لكن الناس سايب بتاع الدكان لكن ما في شيء. بالنسبة للأسعار الموجودة في السوق، نجي نمسك بداية السكر ده كاد يكون أنه الشوال الصغير ده كأنه بعبوها في المنازل، يعني ما من المصنع، فيش أشكال في التعبية. تجي تلقى السكر 10 كيلو تلقاه 8-9 كيلو و9 ونص، الكبير تلقاه متامة، لكن الصغير بالذات تلقاه ناقصة. تجي الدكان تشتري وقول لك واحد يقول لك الكيلو ب 11 جنيه، واحد يقول لك كيلو ب 10 جنيه، يعني نحن ما قادرين نودي اتجاهنا على اي مكان. فانا بطلب من السلطات المسؤوله بانه يراقب الحته دي ويشوف ما يهم المواطن. نمره واحد، انا بلفت الانتباه لانه في المدن والولايات بالنسبه للافرام والحاجات الثانيه الحجم بتاع العيش زاد من 3 بقول 2، اي الاسبوع الاول ثاني نقصوه اصغر من الصغير. بالنسبه للدكاكين والمواد التموينيه الباغيه برضه الدكان ده اي واحد تلقى بسعر برا ويزول باتجاه برا ويزول يسوي عليه كيف، وبرضه المراقبه في كل الاتجاهات. والله نحن يعني بلدنا خيرات وازعه والرحمه فيه، اللي نحن عندنا كذا مصنع بتاع سكر وكذا مصنع زيت وكذا صابون، لكن الليله اليوم نحن مهما انك تدني الى سلعه بتلقاها ارفع من الثانيه. والله نرجو نحن من اصحاب الشركات والمراقبين ان يهتموا لرغبه المواطن. بعد تطور الحياه والزحمه الحاصله في كل المدن، فانا بشوف انه يا جماعه نحن والله عندنا دين بينظم لنا حياتنا، خلينا انه نكون اخلاقيا في التجاره نحن ناجحين، وبيخلينا انه نكون يعني امينين مع انفسنا، يعني في التعامل مع الناس. انت لما تكون تاجر ماسك سلع معين تكون امين مع نفسك وتراقب الحاجات دي قبل ما يعني المواطن يراقبك، والمواطن ذات مفروض انت اي البارد ده لو بعته مفروض طوالي ترفع تشوف صلاحيته 200 يعني وصلاحيته انتهت ولا ما انتهت. فاي زول ده مفروض ثقافه يعني يكون عند الناس كلها، اي زول يكون مثقف عارف الحاجه دي عشان نوقف الحاجه دي، لانه الحياه تطورت
احنا ما نكون قاعدين في ما ندمن الادمان زي ما بقول ادمان الثوابت يعني ما نكون ثابتين كده في حته واحده، نتطور مع تطور الحياه وديننا يعني الحمد لله يعني هو بقى بينظم للناس يعني ما في داعي نتعب كثير ونكون امينين مع انفسنا وان شاء الله.